السلام عليكم. في الفيديو دوت هشرح ازاي نصلح ريسيفر بريفكس 3600 اي. تمام، الريسيفر دوت اول لما بنيجي نشغله بيعمل حاجة غريبة كده، بيدي نور احمر. تمام، نور احمر كده خافت. تمام اهو، ده بيسمى ده كده معناه ان في ستاند باي فولت. ستاند باي فولت يعني في فولتات طالعة. تمام، دي حاجة تطمن كده ان الاي سي بتاع الباور مفيش فيه مشكلة، المشكلة مش منه. تمام، مشكلة عندنا في مكون من ضمن المكونات ديت مخلي الفولتات تطلع مش مظبوطة. طالما طلع لك ستاند باي فولت زي كده يبقى كده كارتة الباور شغالة، بس انت عندك بس مكون هو اللي ايه اللي تالف مسبب لك المشكلة دي. فهنيجي نظبط المالتي ميتر بتاعنا. تمام، على الدي سي، وناخد الطرف الكومن ونحطه على اي حاجة حديد في الجهاز. بعد كده نبتدي نقيس ايه الفولتات. تمام، زي ما احنا شايفين الفولت 3.5. تمام، اللي هو الفولت بتاع الخمسة، بس طبعا هو طالع هنا قليل وده معقول. تمام، ليه؟ لان احنا هنا موصلين الباور سبلاي على اللود، ده بيسمى اللود، يعني ده اللي هو الحمل، فلازم هنا الفولت يظهر لك اقل. لو عايز تعرف الفولت بالظبط كام، بترفع بقى دي، بتشيل الكونكتور دوت وتبتدي تقيس الفولتات. بس انا شايفه هنا ايه مظبوط، هروح اقيس فولت زي 24 مثلا. تمام، طالع لي هنا 25.5. طبعا ده كتير جدا، ليه؟ المفروض يبقى اقل من ايه، من 24 اللي هو متوصل على لود. هروح اقيس مثلا فولت زي 12. بنقيس 3.3، طلع لي باتنين. الـ12 بس عايز ايه ادخل الـ12 طلع لي 18. تمام، فكده في عندنا مكون زي ما قلت هو اللي مسبب المشكلة دي. لو مفيش فولتات طالعة معاك فده بيكون اي سي الباور او حاجة متصلة باي سي الباور، يعني غالبا بيكون اي سي الباور ولا بيبقى ايه محتاج يتغير. الكارتة ديت فيها ميزة ان اي سي الباور فيها اللي هو ده مكتوب عليه كلام، ودي حاجة كويسة جدا. ليه؟ لان هو لو باظ هتروح تخلعه وتروح تجيب لك واحد تاني، فمش مشكلة. لكن في كارتات كتيرة ما بيبقاش اي سي الباور للأسف مكتوب عليه حاجة، فبتروح تجيب بوردة وبتعمل تعديلة كده بحيث ان انت تشغل البوردة من غير اي سي، ايه من غير الاي سي دوت، بوردة بديلة ليه يعني. طيب، وانا قاعد بفحص المكونات كده بعيني، اول حاجه بتعملها لاحظت المكثف ده، المكثف دوت منفوخ، منفوخ من فوق، هو مش هيبقى ظاهر قدامكم على الكاميرا طبعا ان هو منفوخ، بس هو ايه منفوخ من فوق كده. المكثف دوت طالما منفوخ كده يبقى هو كده تالف. تمام، كده المكثف دوت تالف. والمكثف دوت ايه مشكلته؟ ايه بقى مشكلته؟ ان هو اكتر حاجة بتبقى بايظة في الكارتات ديت هو المكثف ده، دايما هو اللي بيبقى تالف في الكارتات دي. تمام، مش معنى كده ان مفيش حاجة تانية بايظة يعني، بس هو غالبا بيكون المكثف دوت هو اللي فيه المشكلة. تمام، او المكثف ده. طيب، عشان انا مش عارف بس اجيب لكم الكتاب اللي عليه من الكاميرا، فالمكثف دوت هو المكثف الالف مايكرو فاراد. يعني انت مش شرط كارتة الباور تبقى عندك شبه الكارتة ديت. تمام، لان دي كارتة جاية للجهاز مش الكارتة الاصلية بتاعته. تمام، فالمكثف دوت هو المكثف الالف مايكرو فاراد، هو الوحيد في دول، هو الوحيد في المكثفات ديت اللي هو الف مايكرو فاراد. الفولت بتاعه ب 10 فولت. تمام، بس اللي راكب عندي حاليا 16 فولت. فانت هتروح تجيب لك واحد زيه، تمام، الف مايكرو فاراد 10 فولت او اعلى من 10 فولت، ممكن تجيبه 16، ممكن تجيبه اعلى من 16 كمان لو عايز. اهم حاجه ما يقلش عن العشرة فولت، والاهم الاهم ان هو يكون الف مايكرو فاراد. يبقى هو المكثف دوت في البورده دي اللي راكب هنا، ممكن في البورده التانية بتاعتك يبقى راكب في حته تانية. تمام، هو المكثف الالف مايكرو فاراد دوت هو اللي سبب المشكله، وهو اكتر مكثف ويبقى ايه شائع ان هو بيحصل فيه اعطال في البورده. زي ما انتم شايفين طلع لي الفولتات بارقام غريبه،
يعني انا دلوقتي لو رحت شغلت الجهاز تاني، انا طبعا فصلته من من المين بورد زي ما انتوا شايفين، عامل صوت، عامل صوت تمام. لما بعمل صوت كده برضو تبقى عارف ان العيب من المكثف دوت، يعني انت لو الريسيفر عندك عامل الصوت دوت فالعيب بيكون المكثف دوت. المكثف دوت بيطلع فولتات زيادة تمام، المكثف او الدايود، في دايود من دول ممكن يكون مثلا ايه في مشكلة، فهو اللي عامل لك برضو صوت الزنة دوت تمام. الزنة طبعا بتبقى جاية من هنا من الترانسفورمر دوت، الزنة بتبقى جاية منه، بس مش معنى ان هي جاية منه ان العيب منه هو، لا هو العيب من مكون من ضمن المكونات هو اللي مسبب الزنة اللي تحصل فيه تمام. يعني ايه، مش شرط برضو الزنة دي تبقى من المكثف، ممكن تبقى من واحد من الدايز دول او من المكثف ذات نفسه تمام. طيب دلوقتي احنا جبنا المكثف اللي هو البدل تمام. المكثف ده طبعا اكبر من التاني، ده القديم تمام، القديم دوت 10 فولت، بس انا اللي جاب لي المكثف جابولي ايه 25 تمام، يعني نفس الساعة 1000 مايكرو برضو بس 25 فولت. طبعا زي ما قلت انت ممكن تجيبه اعلى، لكن الصح ان انت تجيبه اعلى، بس اعلى حاجة بسيطة، يعني تجيبه مثلا 16 فولت. يعني المفروض دوت لو هيجي بدل عن 10، يا يجي 10 يا يجي 16. طب ال25، ال25 هيشتغل برضو بس يستحسن بلاش، لان طبعا حجمه اكبر طبعا من دوت بفرق كبير جدا، فممكن ما يدخلش هنا، ممكن ما يدخلش ايه في الحتة دي في المكان بتاعه. طيب الناحية اللي فيها الرجل القصيرة او اللي فيها الجزء الابيض دوت، دي الناحية السالبة تمام، والناحية التانية هي الناحية الموجبة. وهنا عندنا على البوردة اللي هي فيها خطوط دي، دي السالب ودي الموجب، يعني المفروض دوت هيركب كده هيركب الناحية دي، هيركب على الاتجاه ده تمام. نركبه ونرجع تاني. طيب زي ما احنا قلنا بعد ما غيرنا بقى المكثف تمام، مكثف غيرناه وركب زي ما انتوا شايفين، هشغل بقى الرسيفر زي ما احنا شايفين، جاب لي اون واشتغل معايا زي ما انتوا شايفين، مفيش اي مشكلة تانية تمام. كده هو جاب معايا باور، انا مش محتاج اجرب الصورة طبعا، انت هتجرب الصورة لو انت بتسلمه لحد اكيد يعني، لكن عامة بالنسبة لي كده هو اشتغل وبقى تمام التمام. ده كان بالنسبة لايه للمكثف. زي ما قلت انا حطيت مكثف فولت عالي 25 فولت، وانصحك لو انت ما لقيتش ال10 فولت هات ال16، بلاش تجيب ال25 عشان ال25 يعني كبير حبتين عن ال16 وال10 تمام، يعني هو يا دوبك بالظبط راكب معايا، فانت يستحسن تجيب يا ال16 يا ال10. وزي ما انتوا شايفين شغال مفيش فيه اي مشاكل ايه خالص، ما انتوا شايفين معايا الصورة اهي تمام اهو، اقدر اقلب تمام. انا مش حاطط بس الكابل بتاع الاشارة، لكن زي ما انتوا شايفين معايا اهو بقدر اعلي واوطي شغال زي الفل. لما نيجي نوصل عليه كابل الاشارة زي ما انتوا شايفين شغال معايا تمام، والصوت طالع ومفيش اي مشكلة كده، خلاص هو اتصلح تمام مفيش في اي حاجة. حاجة عايز اقولها زيادة، تكلفة الوط بس البتاع دوت، تكلفة تصليح الريسيفر دوت عشان بس تبقوا فاهمين، هي جنيه، المكثف تمنه جنيه او 2 جنيه حاجة زي كده، يعني مش فلوس تمام. والقصدير انت هتروح تجيب لك المتر ب5 جنيه، ومكوة اللحام هتجيبها ب30 35 جنيه، طبعا بتكلم على ارخص حاجة، يعني ايه انت لو رحت تصلحه عند اي حد اقل ما فيها هياخد منك 20 جنيه ولا 30 جنيه، وممكن اكتر طبعا، ان انت مش فاهم هو بيعمل ايه، وممكن يكون صلحه بجنيه 2 جنيه ويكده دفعك فلوس قد كده تمام. فلازم يبقى عندك خلفية عن الحاجات بتشتغل ازاي والحاجات بتتصلح ازاي، علشان تقدر تصلح على قد ما تقدر من الحاجات اللي عندك في البيت، من غير ما تروح تكلف نفسك صيانة
وتدفع شيء وشويات، تمام؟ فلازم يبقى عندك خلفية عن الحاجات بتشتغل ازاي وتصلح على قد ما تقدر، والحاجات اللي انت شايفها مستعصية او فيها الكترونيات دقيقة، تمام، زي اللابات والتليفونات، لا وديها لبتاع صيانة افضل لك، لان هو عنده ميكروسكوب وعنده حاجات زي كده بيقدر يشتغل بيها، انت ما عندكش الحاجات ديت، والحاجات ديت غالية ان انت تروح تجيبها، تمام؟